سألت الشرطة، أول شرطة سألته قلت له الله يساعدك، قال له مرحبا، قلت له عليك الحسين وأنا زائر من النجف، ورد أسألك سؤال أريدك تجاوبني على جهالك، شنو هاللي صارت بكربلة؟ أول شرطة طبعا أنا سأل 5 شرطة نفس الحكي، راح أقول هذا الشرطة الأول واحد سألته، قال خوي راح أسولف لك السالفة، يقول إحنا قاعدين طبعا الولد هذا الشرطة مو بالحادث حتى توصلكم المعلومة مثل ما هي، يعني هذا بغير مكان اللي يمي العلقموي الشارع العلقموي الشرطة كان هنا موجود، سألته أنا قلت لا داعى جهالك تحكي الصديق الحسين عليك، قال والله إحنا قاعدين أنا يقول عندها جهاز سيبورة سمعنا نداء، يقول سمعنا النداء، النداء سمعناه شني جماعة تشرين شباب وعصابة ما تعرفهم شني ما شني، يقول ما افتهمنا شنو هذا، يقول توجهت القوة بدون كل شيء ماكو للمكان اللي يطبوا لي من المواكب، أنا أنسى اسمه على بالي، يقول نداء صار توجه هناك، يقول ما كل شيء ماكو البداية، يقول توجهت هالقوات اللي راحت، يقول إحنا الشرطة نحكيها مثل ما يقول ما تدخلنا، يعني بغض النظر احنا ما تدخلنا، اللي دخلوا موجودين بالمقاطع، يقول اجوا شايلين جماعة تشرين المتظاهرين الابطال، الله شاهد هذا نقلا ترى علي وعلى عائلتي، يقول شايلين صور الشهداء، اني ادوصل فكرة وانت من يمك، يقول شايلين صور الشهداء، هم هسه شهداء يا ملا انا ما مرب العالمين انا وعكم بس ادوصل، دول الشهداء اللي شايل صورهم مثلا دول من طلعوا غير علينا عليك وعلي شايلين صور الشهداء، يقول موكبهم مرتب وكل شيء ماكو، شلون صارت الشغلة؟ يقول اجى شرطة عبر يعني على الحديث اللي اكثر شيء هو متناقل، يقول جاي يستفسر من عندهم يحكي، يقول هم تدرون مظاهرات اليوم انا بدي اصيح عن على ابو ايران لا ابو امريكا مثلا، انا كمتظاهر بدي اصيح عن على ابو ايران يا ابو امريكا، انت ايراني انت امريكي لو عراقي انا ايش عليه، خلي صيح انا على ابو ايران انا على ابو امريكا انا على انا عراقي جاي اقول لك عراقي، وانا شايل صور الشهداء لا شايل التوثيه لا شايل الاقامه لا شايل سيف لا شايل رشاشه لا شايل بندقيه، شايل صور الشهيد هي ابن الصخل ابن القندرش صور الشهيد، وحتى هتاف شلك على قبل هتافات يا ما شفنا هتافات قبلها عوف السنه هذا ليش نطلع الماضي، مو حتى لما صار في كربلاء كتلوا على شغله بسيطه وتكتلت القوات الامنيه شهاي ما حد حكي عليها، المهم يقول شايلين هتافات، يقول ذولا حش السامع انبعصوا، شايف انبعصوا، تدري ليش انبعصوا؟ لان هذا ذيله يطول ذيله من المبعص قوات اللي هي يصيحوا لها هاي مال امن الصحن، انا انسى عتبات المقدسه، تتعرفون عتبات المقدسه المن اللي بكربله تعرفون من تابعه وفضل العباس تابعه لايران، خوش هنا هذول البعصوا من البعصوا اخويا طردوهم، مبين المقطع واضح اول ما هجموا من الهجم هجموا المتظاهرين، مو المقطع اللي ما يشوف بالمنخل مو بس عمل عمانه على روح موته البعصوا شفتوهم، بالمناسبه حتى لو كان هذا العلم المكتوب طبعا المتظاهرين ذولا ما تشرين ترى مو بس من الناصريه من النجف، انا اعرف متظاهرين من النجف شايلين صور زياد الشهيد الله يرحمه هواي شهداء وصوره الزمن الله يرحمه من الميلاد هواي يعني بيها يعني ناس من النجف من باقي المحافظات، فخل زين انا رايح للحسين شنو الهتافاتي الحسين مو ثوره، لو انا بدي اعرف الحسين عليه من مات مثلا انا بدي اسال هذا السؤال واحد مو طيخه اللي يجاوبني حش السامع حش اللي يسمعني الذيل ابن الذيل، انا الحسين عليه من مات غير رجل ثار من اجل الباطل من اجل يسوي الحق، هاي الناس ثايره وجزعت وتعبت ونعل والد والديه واستشهدت ناس هواي راحت الله يرحمها من ورا هاي الحكومه المقطع ما رد يطول، مو بالمناسبه بعطيكم شغله، العراق تدرون عباره عن شني؟ عباره عن جثه ميته، جثه ميته هذا العراق عباره عن جثه ميته وداير ما داير هي الكلاب والله كلب احسن وجاي ياكلون بالعراق شويه شويه، تعرفون شني؟ العراق عباره عن جثه ميته وداير ما داير ملتف حشاكم الكلاب وحشا السامح وجاي ياكلون بيه شويه شويه. يا اخي كافي والله كافي. وبالمناسبه ترى تخاف عبالكم الكتل، ترى الكتل حق على البشر، لا نخاف من الموت ولا نخاف من شيء، الله شاهد اللي نقلته نقلا صحيح. كافي كافي اللي يطش له بشغله، كافي اللي يوصل يطش بشغله لو ما ادري شنو.
حش السامع الخرا خلب ولد كلكم خرا وثلاث ارباعكم خرا وولد خرا ونعل على يعني الخرا خلبول ما انه بعد شارع احنا يجي يوم من الايام تذكروه علي يطلعونا من بيوتنا اطلع من بيت هذا البيت انا مشتري حالنا حال فلسطين ونظل احنا يعني شباب والله الله وكيل شلون موكب يخبل انا والله استفسرنا وياي شهود ترى الموت احنا عادية ان شاء الله تخلص زيارة الاربعين ونروح ودامتنا انا شهيد اذا اروح انا موت انا هسا ما عندي جزء حسنة بحياتي خوش بس من اروح شهيد بلكت الله الله يغفر لي ذنبي يغفر لي ذنوب عده هواي انا احكي عن نفسي عده ذنوب هواي الاقي اروح شهيد اني خوش اروح الحساب العراق وعلى حساب الفقير وعلى حساب عم ريح نريد حريتنا عم جزعنا كافي حساب كافي احنا معبودين كافي احنا لا شارد بتركيا ولا هاي انا محافظة النجف بالنجف ما شارد وحشي ولا منتمي الواحد.